إذن حساب الليميت ديال إكس مربع زائد إكس زائد واحد للآلين ديال إكس على إكس عندما يؤول إكس إلى زائد لا نهاية. إذن إلى عوضنا بشكل مباشر وبلا ما نغير طريقة باش مكتوب هذا التعبير هذا، فشنو غادي نلقى؟ نلقى بالنسبة لإكس كاري عندنا بلوس انفيني، إكس زائد واحد عندنا بلوس انفيني، وعندنا الآلين ديال إكس على إكس. إذا الآلين ديال بلوس انفيني هو بلوس انفيني على بلوس انفيني، يعني عجنا عندنا لانفيني على لانفيني. اذا هذا الشكل غير محدد، لانفيني على لانفيني شكل غير محدد. اذا هنا غنحاول نغير الطريقه باش مكتوب الداله. اذا هنا عندنا اكس زائد واحد مضروبه في الين اكس على اكس. اذا هاد الداله يمكن لها تتكتب على شكل ليميت ديال اكس مربع زائد اكس زائد واحد على اكس الين اكس. إذن راه نفس التعبير غير مكتوب بطريقة مختلفة. إذن عندما يؤول إكس إلى زائد لا نهاية، هنا بطبيعة الحال شنو كنلقى؟ كنلقى إكس مربع زائد واحد دالة جذرية مضروبة في الإلين إكس. إذن ليميت ديال إكس كاري في بلوس إنفيني راه هي بلوس إنفيني، والليميت ديال إكس زائد واحد هذه دالة جذرية، إذن الليميت ديالها في بلوس انفيني هو الليميت ديال، اذا الداله الجذريه هي حدوديه الحدوديه. اذا الليميت ديال الحد الاول او لاكبر حد اللي هو اكس على اكبر حد اللي هو اكس بلوس انفيني. اذا اكس على اكس كتعطينا واحد، يعني النهايه كتساوي لنا واحد. والليميت ديال الين اكس بلوس انفيني هي بلوس انفيني. إذا شنو غادي نلقاو؟ غادي نلقاو بلوس انفيني زائد واحد في بلوس انفيني، أي هي بلوس انفيني زائد بلوس انفيني هي بلوس لانفيني.